هنا في هذا المكان المحزن وفي نفس الوقت الجميل. المحزن لأن الصناعات أو المصانع وما يشبه ذلك بدأ يغزو هذا المكان وبقوة. طبعا التأثيرات لن تكون آنية وإنما ستكون عبر مراحل. هذا المكان الجميل والذي هو في غرب ولاية صلالة في محافظة ظفار تكسوه النباتات الجميلة والتي تحمل رمز ظفار وهي أشجار اللبان كما نشاهدها ونلاحظها في هذا المكان. أشجار اللبان تشكل نسبة كبيرة في هذا القرف، ولكن هنالك أشجار البلسان أو البليسان من الكموفيرا كما عقر الشقف، هذه النباتات الجميلة، هذا الشقف، هذا الشقف، وهذه عقبات أو عقبات، هذه هي الصغيرة والجميلة وطبعا تكون أكبر من هذا الحجم، وهذه عقر أو عقر، هذا في مكان واحد. وهذا نبات سبحيط العطري من النباتات كما البعض يرى أنه من أنواع الزعتر محليا، ويصنع من أوراقه الشاهي وله فوائد كثيرة. وهذه أيضا بلسان مكة أو الشقف، هذه الجميلة التي تعيش جنبا إلى جنب مع هذا النبات الجميل. وهنا أنواع السرح من الكدابة كما تسمى علميا أنواع الكدابة هذه، وهذه شجرة تسمى محليا حور، وهي ويفوح من هذا النبات من أوراقه يفوح العطر. وهذه شقيرة خفت، هذه شجرتان أو هاتان الشجرتان يصنع منهما زرايب الحيوانات في الأزمنة السابقة، وهذا زبرات، والزبرات في محافظة ظفار ثلاثة أنواع وإذا تحدثنا أكثر. وهذه النباتات الرعوية والجميلة والفريدة في هذا المكان، والقائمة تطول. هذه الشجرة المذهلة وتعرف بتشكوت، وتشكوت نبات لبني من الأفوربيا، تصنع منه النساء في ظفار من حليب النبات تصنع منه العلكة، وما زال إلى الآن هذا النبات يصنع منه هذه الصناعة المحلية العلكة. وهذا أو هذه الشجرة من البطميات تسمى أنيو أو أنور أو والأسماء تختلف من مكان إلى آخر. المهم هي وما يهم أن هذه الشجرة من النوادر، وما نخشى عليها في السنوات القادمة أن تكون في أعداد النباتات المنقرضة في ظفار، لأنها لا تنمو بأعداد كبيرة وهي من البطميات. والبطميات في ظفار هم ثلاث أنواع، وهذه إحداهما تعيش في هذا المكان وهذا القرف. وهذا النبات يسميه البعض سليل، نبات شوكي، ولكنه نبات جميل، ولكل النباتات فوائد في الحياة سواء للاستخدام الآدمي أو للحفاظ على التوازن البيئي. هذه الأماكن تعيش فيها الكثير من الحشرات، بل وتعيش فيها الكثير من الزواحف والحيوانات البرية بشكل عام. وكلما تعمقت في هذه الأماكن التي تواجه التصحر البشري صح التعبير، أي البشر هم العدو الرئيسي للحياة الفطرية والطبيعة، وبطبيعتنا نحب الاستحواذ والتملك وشراهة الصناعات وما إلى ذلك، ولكن تبقى الحياة الفطرية جميلة. ونأمل أن تكون لهذه الأماكن محميات
وحفظ هذه الأماكن من حب التوسع والتملك وشراهة الإنسان. فهذه الأماكن ستبقى للجميع، للمقيم والزائر وأصحاب المنطقة السكان الأصليين للأماكن. فهي بكل حال ثروة لا تقدر بثمن، مال لا ينتهي إلا إذا أنهاه الإنسان وتسبب له بالتحديات كما يحدث حاليا. هذه الأماكن لا زالت بكر، إلى الآن لا زالت بكر رغم كل التحديات، آملين من الله سبحانه وتعالى أن يكون لها اهتمام وأن يكون لها شان وأن تحظى بحماية أسوة بكثير من الأماكن التي تم حمايتها، وأن لا تعبث أيادي البشر في قتل هذا المكان الجميل وهذه الطبيعة الفريدة الغناء والخلابة والمتنوعة. إذا أتيت أن تسأل عن نباتات ظفار فتعال إلى هذا المكان الجميل، تقريبا تسمى القمة من قبل الأهالي كارتيب أو ذا كارتيب تقريبا كذا. وهذا المنحدر منحدر كارتيب، وهذا الذي أمامنا منطقة مودم، وخلف هنا هنالك المغسيل، وهنالك يعني بحوالي 20 كيلو مركز مدينة ولاية صلالة. وهذه الجبال القناعة في ظفار هي القلب النابض للطبيعة وللحياة للإنسان وللحيوان وللحشرات ولجميع الكائنات الحية والحياة الفطرية. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن تبقى هذه الأماكن البكر والجميلة كما هي، وألا تطاها يد الإنسان التي تحب الاستحواذ. طبعا في على نطاق واسع من العالم، وليس لا أقصد أحد بعينه، وإنما الإنسان بشكل عام يحب الاستحواذ ويقتلع الأشجار ويقتل الطبيعة من أجل شيء خاص أو شيء شخصي لا يطوف بإنسان وأحدافه راميا بكل الجماليات وحياة الإنسان والفطرة في كفة أخرى، كفة شخص من أجل كفة مجتمع بحاله أو بحاله. وهذه الجنات الجميلة التي لا تزال تحمل شيئا من سمات المناطق البكر، والتي تعني الكثير للإنسان والحياة والطبيعة والتوازن البيئي.